في الكيك اوت على طول تروح لنور الدين جامع جامع والدرايف كده لكن لا ينجح في التسجيل لما على طول على المنتخب التونسي عن طريق اشرف قانوني. قانوني الفاص بريك مع مختار غياسه لقانوني مره ثانيه مان تو مان المنتخب الصومالي بالسكرين مع مختار غياسه قانوني درايف واحد على واحد يروح مباور لكن هنا البوك رائع من نور الدين جامع تصل في الاخير الى عدنان جالود. عدنان جالود يروح يطلع على طول لفؤاد شريف. فؤاد شريف في المنطقه دي على طول اوبن شوت ينجح في تسجيل اولى الثلاثيات في احداث كوارتر اول. فؤاد شريف واحد من اهم مفاتيح اللعب للمنتخب الصومالي. جوادي جوهر جوادي يسلم على طول لعدامي. عدامي الناحيه الثانيه لزياد شنوفي الكابتن. وادي انور غياسه السكند شانس بعد زياد شنوفي لم ينجح في التسجيل. بالاخير قانوني ينجح فيه التسجيل. عدنان وادي هنا للسيل على طول حاضر من زياد شنوفي الكابتن يسلم على طول لقانوني. قانوني في الدنك الاول ينجح في تسجيله لصالح المنتخب التونسي على الفارق الى 6-3 لصالح تونس. نور الدين جامع في بدايه الهجمه المنتخب الصومالي. جامع جامع يسلم على طول ليوسف محمد. يوسف يقلب الملعب لعدنان. عدنان اخر 7 ثواني في زمن الهجمه. عدنان لكن بعيده من الثري بوينت يلم قانوني على طول في الديفنسيف ريباوند لجوادي. جوادي يروح في الاول ذا واي لكن لا يسجل. يوسف محمد يلم لكن جوادي ينجح في الاوفنسيف ريباوند ويسلم مره ثانيه لاشرف قانوني. في حاجه هنا في 12 ثانيه كابتن وائل عبد الحي. كابتن وائل ابراهيم عفوا هو بيقول 12 ثانيه. كابتن مهدي ماري المدير الفني للمنتخب التونسي يعاونه كابتن امين روزيه او الكوتش امين روزيه وهو لاعب سابق بالنادي الاهلي المصري. اوتسايد لتونس يستلم على طول زياد شنوفي سلم تحت الباسكت لغياسه. غياسه في الون ان 1 يلف ويرتكز يطلع كيك اوت لكن فؤاد شريف يعمل السيل. فؤاد في الون ان 1 فؤاد لسه فؤاد لسه فؤاد سريع مهاري يسلم لعدنان رقم 10 او نور الدين جامع لفؤاد مره ثانيه. فؤاد على الاوبن شوت لكن يسلم تحت الباسكت لعادل حسين. 1 ان 1 عادل يروح بشماله لا يسجل. غياسه على طول او احمد عدامي هو اللي يلم الديفنسيف ريمان يسلم لاشرف قانوني. قانوني تقطع منه تصل في الاخير الى عدنان. عدنان يروح على الباسكت ويسجل نقطتين بداية الفرق الى نقطة واحدة لصالح المنتخب التونسي. جوهر جوادي يتعامل مع الستيل للمرة الثانية من جامع. جامع في الاول ذا واي جامع يروح جامع ينجح جامع في تسجيل نقطتين يوسع الفرق الى فرق نقطة لصالح المنتخب الصومالي. 7-6 ست دقائق وعشر ثواني متبقية على نهاية احداث كوارتر اول. جوهر جوادي يروح ويعدل من وضعه ويترجم هذا الوضع بنقطتين لصالح المنتخب التونسي بعد ما تقطع منه كورة قدروا نلعب 1-1 ويصل في الاخير وينجح في التسجيل. فؤاد شريف فؤاد درايف فؤاد يروح يعدي يسلم لمحمد يوسف. يا محمد يوسف لكن مختار غياسه يرتكب معاه خطا شخصي والكابتن اسماء بالخضره من المغرب تحتسب الخطا الشخصي عليه. تغيير في صفوف تونس. عمر عباده ادي هنا الاعاده مره ثانيه. عمر عباده مكان وايضا من تونس ومعاه اسماء ماروني او اسامه ماروني عفوا بدلا من اشرف قانوني و جوهر جوادي. عمر عباده ايضا لاعب مع النادي الاهلي البطوله العربيه وبطوله البال. فؤاد شريف يقف على الاوبن شوت 3 بوينت الارك عالي ينجح في تسجيل 3 نقاط ثاني الثلاثيات لفؤاد شريف نجم المنتخب الصومالي. زياد شنوفي الكابتن وياتي الرد سريعا على طول عشان يعدل من وضع النتيجه يخليها دلوقتي 11-10 لصالح المنتخب التونسي. عدنان جالود الكابيتانو. عدنان مان تو مان منتخب تونس. عدنان الكيك اوت عند يوسف محمد على الاوبن شوت في 3 بوينت لا يسجل. عدنان سكند شانس مره ثانيه يسلم لعادل حسين. لعدنان مره ثانيه.
عدنان بالهاند اوف يبدا الهجمه. اخر سبع ثواني في زمن الهجمه. عدنان عدنان جالوت عدنان بالبيهايند باك يقف بالفيدوي في الميديم شوت شوت لا يسجل على طول غيسها ديفنسيف ريباوند ويسلم لعمر عباده. عباده عد عباده عمر عمر عباده بوينت جارد منتخب تونس يسلم على طول لزياد شنوف على اوبن شوت 3 بوينت ولا اروع. الكابيتانو للمره الثانيه ينجح في تسجيل ثاني الثلاثيات لصالح المنتخب التونسي 14-10 وارتفع الفرق الى اربع نقاط. عدنان جالوت من الصومال عدنان بالهاند اوف على طول مع فؤاد شريب. فؤاد درايف فؤاد حاول يلعب واحد على واحد لكن هنا ووك واسمع بالخضره تحتسب الخطا الشخص المخالفه المشي بالكره. اوتسايد لصالح المنتخب التونسي. عمر عباده في بدايه الهجمه. عمر عباده مع نور الدين جامع. عباده في الدرايف واحد على واحد يروح لكن هنا في فاول. في غياسة يرتكب اوفنسيف فاول على غياسة. طور غياسة ارتكب اوفنسيف فاول او خطا مهاجم. هيخرج نشوف مين اللي هيخرج دلوقتي من المنتخب التونسي. جواكيم حداد هينزل رقم اثنين ويخرج زياد شنوفي الكابيتانو. ضغط من المنتخب التونسي في الاخير تصل الى عبد العزيز. عبد العزيز داهر يسلم لفؤاد شريف. شريف في بدايه الهجمه ياخذ سكرين من عادل حسين. شريف لسه شريف لسه شريف درايف شريف ينجح في الحصول على فاول وخطا شخصي على احمد عدامي لاعب المنتخب التونسي. اوتسايد للمنتخب الصومالي 3 دقائق 53 ثانية. محمد عشي رقم 99 نشوف بدلا من مختار غياسة والاوتسايد للصومال فؤاد شريف. فؤاد اوبن شوت على 3 بوينت على الارك لكن المرة دي ما بنجحش في التسجيل. عمر عبادة على طول في الديفنسيف ريباوند وعايز يسلم لجواكيم لكن الناحية الثانية على طول قلب وادي هنا أسامة ماروني لا يسجل انما على طول يوسف محمد في الديفنسيف ريباوند يعدي في الهول زاوية يروح يصل لا ينجح في التسجيل يلم على طول عشي يسلم لعبادة. عبادة عمر عبادة درايف واحد على واحد يروح في الباك لياب لا يسجل. عشي سكند شانس رائع لكن المرة دي البلوك حكم حكام المباراة بقى مش حكم المباراة يقول لهم لا الكرة عليت فوق الحلقة فإذا يتم تسجيل نقطتين لصالح المنتخب التونسي. فؤاد شريف في بداية الهجمة. فؤاد فؤاد لسه فؤاد شريف سلم لعادل حسين. عشي على طول يعمل السين لكن سيطر عليه عادل حسين يلف والهوك روعة لكن لا ينجح في التسجيل. تخبط في الأخير في يوسف محمد وتطلع أوت سايد. يوسف محمد من المنتخب الصومالي يطلب التغيير. تم تغييره فعلا نزل مكانه أحمد جامع رقم 3 ورقم 14 عبد الحكيم جهدي بدل من يوسف محمد وبدلا من نور الدين جامع. عمر عبادة في بداية الهجمة. عبادة يسلم على طول لماروني بالهاند اوف مع عدامي لعبادة. عبادة عمر عبادة الاكسترا باص لجواكيم حداد لكن ما بينجحش التسجيل. فؤاد شريف على طول ديفنسيف ريباوند من الصومال 1 اون 1 يعدي بالبيهايند باك يروح يسلم على طول لعادل حسين تتقطع منه ويعمل الستيل. احمد عدامي عدامي لعمر عباده لجواكيم. جواكيم في الاكسترا باص وادي الكيك اوت ولا اروع ينجح على طول. اسامه ماروني بترجمتها الى 3 نقاط عشان يوسع الفارق الى 9 نقاط لصالح المنتخب التونسي. 19-10 دقيقتين و15 سنة متبقية على نهاية أحداث كوارتر أول. عدوا بسرعة. فؤاد شريف لسه درايف. فؤاد يسيطر على الكرة في الفيداوي شوت لا يسجل. عشي على طول محمد عشي يلمر الديفنسيف ريباوند المتابعة الدفاعية. أسامة ماروني في الباك لياب أسامة لا يسجل لكن يحصل على خطأ شخصي وفاول لصالح أسامة ماروني. نشوف الفاول على مين. الفاول على رقم 14 عبد الحكيم جهادي
ورا 200 حرتين وتايم اوت لعبد القادر حجي المدير الفني للمنتخب الصومال. نقول لحضراتكم سريعا كده على تشكيل منتخب الصومال. عبد العزيز داهر رقم 1، احمد جامع 3، عدنان جلود رقم 4 الكابيتانو، عبد الحكيم سعيد رقم 7، عبد الرحمن حسين 8، نور الدين جامع 10، فؤاد شريف 11، عبد الحكيم جهادي رقم 14، عادل حسين 21، لبان محمد 22، يوسف محمد 23، جامديد رقم 30. القاده الفنيه للكابتن عبد القادر حجي او الكوتش عبد القادر حجي ومساعده الكوتش داوود محمد. اما تشكيل المنتخب التونسي، حداد جواكيم حداد، عمر عباده رقم 4، زياد شنوفي الكابيتانو رقم 5، اشرف جنوني رقم 6، اسامه ماروني رقم 7، جوهر جوادي رقم 9، مختار غياسه رقم 11، بشير بن يحيى 13، مرتضى بن طاهر 15، هيثم سعاده 31، احمد عدامي 32، واخيرا محمد عشي رقم 99. القاده الفنيه للكوتش مهدي ماري ومساعده الكابتن والكوتش امين روزي. انتهت التايم اوت اللي طلبه الكابتن عبد القادر حجي او الكوتش عبد القادر حجي، وتو شوتس لصالح اسامه ماروني. دقيقتين وثانيه متبقيه على نهايه احداث كوارتر اول. ماروني على الفري ثرو الاول والرميه الحره الاولى، يرجع في التسديد. حضور كبير من جماهير الصوماليه. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه. ينجح ايضا في التسجيل ماروني اسامه ماروني. بدايه الهجمه عند عبد العزيز داهر. داهر يعدي، لسه داهر يمتلك الكره، يسلم على طول عبد الحكيم جهادي لا يسجل، حاول معه مره ثانيه ينجح في الحصول عليها. عادل حسين ويسلم لعدنان، فرق فؤاد شريف. عدنان الكيك اوت عند احمد جامع، جامع في الاوبن شوت 3 بوينت لا يسجل، يلم على طول محمد عشي، عشي يسلم لعباده، عمر عباده طريق فاضي وقف يسلم لعشي، الهاند اوف مع عباده، عباده يعلق للعشي، العشي يستلم من اعلى نقطه لكن يتعامل مع الستيل من جامع، جامع يسلم على طول لداهر، داهر يروح بالهول زاويه ما يسجلش، صراع على الكره تنتهي عند احمد جامع، جامع يسلم لكن هنا مخالفه المشي بالكره على لبان محمد وترن اوفر على المنتخب الصومالي. لقد صاد المنتخب التونسي ضغط من المنتخب الصومالي على المنتخب التونسي. ينجح عبادة في الحصول على الكرة، عبادة ياخذ سكرين من عشي، سكرين ثاني من زياد شنوفي على ارض الملعب، العدل ارض الملعب البيك اند رول، لكن هنا في كابتن وائل عبد الحي بيقول على عدنان فاول وخطا شخصي في اخر دقيقة وخمس ثواني. اوتسايد للمنتخب التونسي، علق على طول لعشي، عشي على الباسكت لكن هنا قرار صحيح من كابتن وائل عبد الحي او كابتن وائل ابراهيم عفوا، ومخالفه المشي بالكره اوتسايد لصالح منتخب الصومال. ضغط من المنتخب الصومالي في الفريس فول كورت. عدنان استلم على طول لبان محمد، يسلم لعدنان، عدنان يتولى رقبته على طول حداد جواكيم او جواكيم حداد، عدنان لسه عدنان يقلب الملعب لجهادي لعدنان مره ثانيه، عدنان في الدرايف واحد على واحد يقف في الفيدوي شوت على الارك راح لكن نجح في الحصول على فاول وخطا شخصي. كابتن عادل كحلو يحتسب فاول وخطا شخصي على اسامه ماروني والتو شوتس لصالح المنتخب. خرج حداد جواكيم نزل مكانه جوهر جوادي. فري ثرو اول لعدنان ورمية حرة اولى لا يسجل، 21 10 47 ثانية. فري ثرو ثاني ورمية حرة ثانية. ينجح في التسجيل
عدنان مسجل ثلاث نقاط حتى هذه اللحظات، رقم اربعه من منتخب الصومالي عمر عباده. عمر عباده في درايف يطلع كيكاو على طول على اوفن شوت جوهر جوادي، لكن هنا جوهر جوادي ينجح في الحصول على خطا شخصي وثلاث رميات حره والخطا على احمد جامع رقم ثلاثه من المنتخب الصومالي. عودي لارض الملعب الى اشرف جنوني بدلا من عمر عباده في تغيير يجري كوتش مهدي ماري زي ما حضراتكم شايفين. جوهر جوادي على تنفيذ الرميه الحره الاولى لا يسجل. ريس لو ثانيه رميه حره ثانيه. ايضا لا يسجل. رميه حره ثالثه واخيره لجوهر جوادي. ينجح في التسجيل. تغيير في صفوف المنتخب التونسي. محمد عشي يخرج من ارض الملعب وينزل مكانه بشير بن يحيى. عدنان يبدا الهجمه للمنتخب الصومالي، اخر 35 ثانيه اعزائي المشاهدين على نهايه احداث كوارتر اول. عدنان يعدي بالسكرين من جهدي، عدنان يعمل الباك دور كده لكن ينجح في الاخير لبان محمد انه ياخد الكوره وفي الباك لاب يتعامل معاه فاول وخطا شخصي لبشير بن يحيى اللي لسه نازل حالا. يعود عمر عباده على ارض الملعب بدلا من اشرف جنوني الرقم سته. لبان محمد فري ثرو اول لا ينجح في التسجيل. لبان والفري ثرو الثاني. ينجح في التسجيل. عمر عباد اخر 25 ثانية تقريبا هجمة وحيدة متبقية للمنتخب التونسي اذا كملها الاخيرة. عباد عبادة لسه عمر عبادة يجي له حد بالسكرين راح له فعلا بشير بن يحيى. عمر عبادة هيخلص بالانسايد ولا 3 بوينت. ادي الاكسترا باص هنا عند اسامة ماروني اللي عدى من البيز لاين ويروح، لكن هنا ال 24 ثانية انتهت على طول في الثواني الأخيرة. يشوط لبان محمد الكرة لكن صفرة الكوارتر الأول تنتهي بتقدم تونس على الصومال 22-12. استراحة قصيرة أعزائي المشاهدين ونرجع لحضراتكم بعد الاستراحة في أحداث الكوارتر التالي.
عدنان في الوان ان وان، عدنان يصل في الاخير لا يسجل، يلم على طول سكند شانس رائع من عبد الحكيم ساعه، من احمد جامع رقم ثلاثه ينجح في تسجيل نقطتين لصالح المنتخب الصومالي، ده الفرق الى 10 نقاط مره اخرى. احمد عدامي شنوفي قطع له جوهر جوادي، لكن خد الهاند اوف على طول مع جنوني، جنوني في الكيك اوت ليه جوادي، جوادي في الاوبن شوت روعه الروعه، ينجح في تسجيل ثلاث نقاط جوهر جوادي رقم تسعه عشان يعلي الفارق الى 13 نقطة، 27 14 8 نقاط نجح في تسجيلهم جوهر جوادي حتى هذه اللحظات. ادي السير رائع من زياد شنوفي، روح في الاول زاوية ينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح المنتخب التونسي، وسع الفارق الى 15 نقطة، 29 14 في بداية احداث الكوارتر الثاني. شايف كده فؤاد شريف يستعد للنزول، عدنان للبان حسين، لبان في الوان ان وان الكيك اوت على طول عند لبان، عفوا النمر 14 ده هو حكيم جهيدي، وادي لبان طلع كرة كده لكن السيل حاضر على طول من بشير بن يحيى، لسه الكرة مع عصام جنوني، اشرف جنوني، اشرف يسلم لعدان لجنوني مرة ثانية، بيك اند رول يقلب الملعب على طول لعدامي على اوبن شوت في 3 بوينت لا يسجل، يلم على طول ليبان محمد، ليبان يلف ويرتكز يروح بشماله يصل في الاخير لكن لا ينجح في التسجيل وتو شوتس، وهنشوف الفاول على مين، على احمد عدامي رقم 32، تو شوتس لصالح المنتخب الصومالي. يعود الى ارض الملعب بدلا من عبد العزيز داهر، وايضا يعود نور الدين جامع، وخرج احمد عدامي ونزل مكانه حداد جواكيم او جواكيم حداد، فري ثرو اول ورميه حره اولى غير ناجحه. رميه حره ثانيه وفري ثرو ثاني ايضا لكن المره دي نجح يوسف محمد ينزل مكان جهيدي. افكر حضراتكم مباراه النهارده الجزائر والامارات، فاز المنتخب بالجزائر على المنتخب الاماراتي، ودلوقتي معانا مباراه تونس، وادي السين كده من فؤاد شريف لكن داس على اللاين والاوتسايد لصالح الصومال. المباراه الثانيه اللي بنزلها على حضراتكم تونس والامارات، تونس والصومال عفوا، المباراه الثالثه ليبيا والكويت، المباراه الرابعه ان شاء الله مصر وموريتانيا. تايم اوت زي ما قلت لحضراتكم قبل كده في المباراة الأولى، الجزائر والإمارات، الفائز هو الإمارات، هيقابل الفائز من مصر وموريتانيا إن شاء الله هيبقى المنتخب المصري، والفائز من مباراة تونس والصومال اللي بنزعها لحضراتكم هيلاقي الفائز من ليبيا والكويت. إحنا النهارده بنلعب أول أيام دور الثمانية أو اليوم يوم دور الثمانية إن شاء الله، كل التوفيق لمنتخبنا المصري في الفوز بالبطولة. بعد الصومالية يعني ما شاء الله عدد رائع ويمكن مغطي وعامل حس للصالة بطريقة رائعة بصراحة زي ما حضراتكم شايفين. اوتسايد للمنتخب التونسي، اشرف جنوني، جواكيم حداد، بشير بن يحيى، جوهر جوادي وزياد شنوفي، ده الخماسي اللي متواجد ضغط من المنتخب الصومالي. بشير بن يحيى يستلم ويسلم على طول لاشرف جنوني، جنوني بدايه الهجمه للمنتخب التونسي، السكرين في الهاند اوف على طول مع جوهر جوادي، جوهر كروس اوفر ولا اروع، يروح واصل ما فيش اجمل ولا اروع من كده، نقطتين ولا اروع لجوادي ينجح في تسجيلهم او ليقطع مره ثانيه، لكن
يوسف محمد يبدا الهجمه للمنتخب الصومالي. يوسف محمد وشريف يوسف درايف واحد على واحد، اوه على البلوك، روح على البلوك ينجح يعمله على طول، بشير بن يحيى فص بريك سريع للمنتخب التونسي. الكيك اوت تصل في الاخير لاشرف جنوني، يبدا جنوني الهجمه من اول وجديد. جنوني بالسكرين عدى جنوني في ال1 ان 1 وصل نجح سجل نقطتين ومعاهم اند 1 لاشرف جنوني، والفاول والخطا الشخصي على يوسف محمد رقم 23 اند 1 لاشرف جنوني، ارتفع الفارق الى 33-15. جوهر جوادي 10 نقاط سجلهم حتى هذه اللحظات في احداث الفتره الاولى والثانيه. جوادي على تنفيذ الفريش الاولى والرمية الحرة الاولى ينجح في التسجيل، او الاند وان عفوا ينجح في التسجيل. جوادي يخرج ينزل عمر عباده من المنتخب التونسي. 6:50 على المتبقية على نهاية احداث الفترة الثانية والكوارتر الثاني. فؤاد شريف عدى فؤاد. فؤاد عد وصل يقف في الميديا بشوت شوت ما يسجلش، يلم على طول بشير بن يحيى يسلم لجوهر جوادي بالهاند اوف مع عمر عباده. عمر درايف، عمر ميديم يهوش يطلع كيك اوت للجوادي، جوادي من الميديم يروح تاني لعباده، عمر عباده لسه عمر يسلم على طول بشير بن يحيى. الثواني الاخيره عمر عباده على اوبن شوت في 3 بوينت لا يسجل، يلم على طول نور الدين جامع يقلب الملعب للبان محمد. لبان يوسف محمد، يوسف درايف واحد على واحد يصل في الاخير ينجح في التسجيل. يوسف محمد ياخذ معها الاند 1 وزياد شانوفي او فاول وخطا شخصي. لا ده مش زياد شانوفي، ده بشير بن يحيى هو اللي ارتكب الفاول. ثاني الاخطاء الشخصيه على بشير بن يحيى والتو شوتس لصالح يوسف محمد. او اند 1 عفوا ليوسف محمد، اند 1 نجح في تسجيلها. تغييرين في صفوف التونس، يخرج بشير بن يحيى ويخرج ايضا جوهر جوادي، ينزل مختار غياسه وينزل ايضا اسامه مروان. عمر عباده مان تو مان المنتخب الصومالي في السكرين، عمر يعدي سكرين ثاني من مختار غياس. عمر يقلب الملعب على طول لجواكيم لعمر مره ثانيه، عمر على الاوبن شوت في 3 بوينت روعه الروعه. عمر عباده ينجح في التسجيل، 3 نقاط لعمر عباده. 37-18 لصالح المنتخب التونسي. يوسف محمد عايز يرد على طول ينجح في الرد سريعا، يحصل رد سريعا عن طريق يوسف محمد عشان يوزع الفرق الى 16 نقطه. عمر عباده مره ثانيه في درايف على الكيك اوت على طول لشنو زياد شنوفي، زياد يرد بشري بوينت لا يسجل، خسر الكره لاحمد جامع في الديفنسيف ريباوند او المتابعه الدفاعيه. يوسف محمد يبدا الهجمه للمنتخب الصومالي، درايف على طول يصل في الاخير لا يسجل، جواكيم في الديفنسيف ريباوند وان سبورتسمان لايك فاول على لبان محمد رقم 22 من المنتخب الصومالي. عادل كحلو واسماء بالخضره وائل ابراهيم يحتسب الان سبورتس مان في نفس اللحظه. سلامات ليوسف محمد. عادل حسين هينزل مكان يوسف محمد والان سبورتس مان لايك فاول لصالح المنتخب التونسي. 5:09 جواكيم حداد هاي شوت التو شوتس، جواكيم وفريسو ولا رمي حره اولى غير ناجحه، جواكيم فريسو ثاني ورمي حره ثانيه ينجح في التسجيل. اوتسايد للمنتخب التونسي، ماروني هيطلع الاول لعباده يسلم قبل 5 ثواني، دبل تيم على عباده
يسلم ماروني مره ثانيه، ماروني هل كيك اوت ولا يكمل؟ كمل ونجح وسجل، وفلتت الكره كده من تحت ايد نور الدين جامع من البلوك، على طول تعود الكره للمنتخب الصومالي. فؤاد شريف في بدايه الهجمه، فؤاد شريف عدى بالسكرين، فؤاد عكس السكرين مره ثانيه، طلع كيك اوت على طول لجامع، جامع على اوبن شوت 3 بوينت ما يسجل، يلم ثاني لبان محمد يسلم لعادل حسين، الهاند اوف مع فؤاد شريف، نفس الزمن الهجمه فاضل 7 ثواني، فؤاد شريف، فؤاد يقلب الملعب على طول، نور الدين جامع، نور لازم يشوط دلوقتي، الباك بيفوت يقف الميديم شوت، شوت ينجح في التسجيل، نقطتين ولا اروع، بفيدوي ولا اجمل لصالح المنتخب الصومالي. عش يعود مره ثانيه هو قدامي الروتيشن يجري، كابتن مهدي ماري بدلا من مختار غياسه، واعتقد ان في تايم اوت، فعلا في تايم اوت طلبه الكابتن عبد القادر حجي المدير الفني للمنتخب الصومالي. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكابتن عبد القادر حجي او الكوتش عبد القادر حجي المدير الفني للمنتخب الصومال. الجماهير في الخلفيه بتقول صوماليه صوماليه، الحيازه تونسيه عن طريق عمر عباده، عباده يسلم عمر على طول لاحمد عدامي، يقلب لماروني، ماروني في الوان ان وان، ماروني يعدي ويرتكز ويروح، لكن هنا اتعمل معاه بلوك والاوت سايد لصالح المنتخب التونسي. 5 ثواني متبقيه على زمن الهجمه، 4 دقائق وثانيه على زمن الكوارتر الثاني. الاوت سايد تونسي، عمر عباده هيطلع الاوت، عباده يقلب الملعب لماروني، ماروني الثواني الاخيره لازم يشوط، ما سيطرش على الكره، عدم يشوط، لكن اير بول على طول تروح لفؤاد شريف، يبدا الهجمه فؤاد، فؤاد 1 ان 1 فؤاد يسلم بيك اند رول عن عادل حسين، ميديم شوت عادل لا يسجل، لكن هنا في ايه؟ في فاول، كابتن وائل ابراهيم يحتسب فاول وخطا شخصي على احمد عدامي رقم 32. شوف اتفرج احمد عدامي في تغيير، نزل مختار غياسه رقم 11. فؤاد شريف يبدا الهجمه، ياخد سكرين عادل حسين، فؤاد والثلاثيه الثالثه ليه نجح فعلا فيها في تسجيل 3 نقاط، فالفارق الى 26 40، 9 نقاط سجلهم فؤاد شريف حتى هذه اللحظات. اسامه ماروني يسلم على طول مختار غياسه لعمر عباده، عباده اوبن شوت عمر 3 بوينت عمر لا يسجل، فؤاد شريف في الديفنسيف ريباوند، فؤاد في الاول زاويه يروح بالباك لاب لا يسجل، سكند شانس ايضا لا يسجل، جواكيم حداد يلم يطلع على طول لماروني يلحق قبل اللاين، يسيطر على الكره تقريبا في اصابه في دراعه جواكيم حداد، لكن هنا الباك زون وادي، هنا تغيير ماروني هيخرج، وايضا جواكيم حداد هينزل مكانه جوهر جوادي واشرف جنون، ادي الباك زون والاوتسايد صومالي لبان محمد، دور على فؤاد شريف لكن سلم على طول لعادل حسين، لبان مره ثانيه، لبان محمد
في الوان ان وان على الاوبن على 3 بوينت. لا 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 روعه الروعه لبان محمد، ثلاث نقاط ينجح في تسجيلهم. بدايه الفرق الى 11 نقطه. هل ياتي الرد سريعا من جور جوادي؟ لا ياتي الرد سريع. لبان في الديفنسيف ريباوند، ثواني اخيره ودقائق اخيره مشتعله. تيرن اوفر روبوت باص يلم على طول جور جوادي لعمر عباده. عمر في درايف واحد على واحد لكن ينجح ناخذ فاول وخطا شخصي من لبان محمد وتو شوتس لصالح عمر عباده والمنتخب التونسي. ده الفارق الى 11 نقطه 29 40. رميتين حرتين لصالح المنتخب التونسي. شوتس رميتين لعمر عباده، فري ثرو اول ورمي حره اولى لعمر لا يسجل. كوتش عبد القادر الحجي اضاف من التركيز، فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه. عمر عباده والفري ثرو الثاني لا يسجل ايضا. عش يحاول يلم الديفنسيف ريباوند لكن لبان على طول يخلص الموضوع. لبان محمد الكيك اوت لكن هنا الاوتسايد في الاخير على اشرف جنوني. يعود زياد شنوفي بدلا من مختار غياسه. اوتسايد للصومال عادل حسين. فؤاد شريف يستلم بالهاند اوف ويحاول يعدي. فؤاد على اوبن شوت في 3 بوينت. اربع ثلاثيات فؤاد شريف ينجح في تدقيق الفارق الى 8 نقاط في اخر دقيقتين من عمره احداث كوارتر ثاني. زياد شنوفي الكابيتانو يبحث عن عمر عباده على عقل مفكر. عدى عمر عدى ميديم شوت عدى وراح ووصل لكن ما يسجلش بالتسجيل. يحاول معاه مره ثانيه لكن في الاخير الاوتسايد لصالح السومال. ليس بالمنتخب السهل المنتخب الصومالي. فؤاد شريف عدى. فؤاد معاه جوهر جوادي. عدى فؤاد لسه فؤاد سلم البيك اند رول على بالناحيه الثانيه على طول لجامع في الاكسترا باص على اوبن شوت لا يسجل. لما على طول جوهر جوادي يسلم عمر عباده الضغط عليه. عمر سلم لجوادي مره ثانيه لجنوني. جنوني بالاكس الكيك اوت لشنوفي شوت اوبن شوت ما بيسجلش. عشي ديفنسيف ريباوند ويقطع على طول جامع فوق يهوش يباصي يروح يصل لا يسجل. يلم عشي على طول ويحسب الجدل يسلم لعمر عباده. يهدى عمر عباده على ملعبه. خبرات عمر عباده رائعه. عمر عباده درايف واحد على واحد بشمال اوه على البلوك. نور الدين جامع بلوك ولا اروع. لبان ياخذ الكوره يسيطر عليها. جامع يسلم لفؤاد. هل هتبقى الخمسه؟ لا والله خمسه جاب اربعه فكتر خيرك. نسبه رائعه خمسه تقترب من 75%. فاول وخطا شخصي على يوسف على عادل حسين لاعب المنتخب الصومالي. يخرج محمد عشي ينزل مكانه بشير بن يحيى. 32 40 41 سنه متبقيه على نهايه احداث الكوارتر الثاني. بدايه الهجمه عند جنوني. اشرف جنوني عدى بالبيك اند رول طلع الكيك اوت لما ليز كابيتانو زياد شنوفي ينجح في تسجيل ثلاث نقاط يوسع الفرق مره ثانيه الى 11 نقطه لصالح المنتخب التونسي. فؤاد شريف اخر هجمه لسه فؤاد تعمل له كلير دلوقتي. هل هيلعب واحد على واحد ولا على اوبن شوت والكيك اوت واوبن شوت؟ فؤاد فؤاد شريف من بعيد قوي. فؤاد شوت فؤاد نجح في تسجيل الثلاثيه الخمسه ليه. ست ثلاثيات شاطر فؤاد نجح في تسجيل خمسه على طول. تايم اوت بيطلبه كوتش مهدي ماري اخر ثلاث ثواني
وثمان اجزاء من السنه. تعالوا نسمع التعليمات نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتهت تموت. نرجع للمباراة، اخر ثلاث ثواني متبقية. ماذا قال وماذا دار ما بين الكابتن او الكوتش مهدي ماري وامير وزيء لفريق المنتخب التونسي؟ اربع ثواني تقريبا، اربع ثواني او بالتحديد ثلاث اجزاء وثمان ثلاث ثواني وثمان اجزاء من الثانية، والاوت والحيازة للمنتخب التونسي المنتخب الصومالي في البريس فول كورت مان تو مان. استلم على طول عمر عباده، عمر عباده هيفنش الهجمه دي ازاي؟ وادي فلوتر شوت راح لكن لا ينجح في التسجيل عشان تاتي معه صفره انتهاء احداث كوارتر اول بتقدم المنتخب التونسي 43-35. اعزائي المشاهدين استراحه قصيره ما بين احداث كوارتر اول وكوارتر ثاني وكوارتر ثالث، 15 دقيقه زمن الراحه. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا في قمه الاثاره والمتعه في البطوله العربيه لكره السله على قنوات النيل للرياضه.
شريف في بداية الهجمة. فؤاد يسلم على طول. وادي اولى الثلاثيات لكن ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول المنتخب التونسي عن طريق اشرف قانوني. قانوني يبدا الهجمه، قانوني مع فؤاد شريف يسلم لعمر عباده بالهاند اوف. عمر عباده جاي له سكرين بيشير بن يحيى يعلق لقانوني. قانوني طلع كيك اوت لجواد. جواد على الاوبن شوت في 3 بوينت لا يسجل، يلم على طول احمد جامع رقم ثلاثه يسلم بدوره لفؤاد شريف بالهاند اوف. فؤاد لكن السيل حاضر على طول من الكابيتانو زياد شانوفي يبص لعمر عباده. عمر عباده يطلع كده ويبدا الهجمه من اول وجديد لاشرف قانوني لعمر عباده مره ثانيه. المان تو مان منتخب الصومال. عباده عمر عباده بالجري سكرين يعدي بالبيك اند رول. وادي الدنك روعه الروعه من بشير يحيى بن يحيى بعد اسيست من عمر عباده. نقطتين يفتتح بهم المنتخب التونسي بدايه احداث كوارتر ثالث. نور الدين جامع وادي السيل مرة ثانية من بشير بن يحيى يسلم لعمر عبادة. عمر عبادة في الأنزوية يعلي الكورة لكن ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول لبان محمد. وادي الباك باص كده يروح لأحمد جامع ينجح في تسجيل نقطتين لصالح المنتخب الصومالي. أحمد جامع يفتتح أولى نقاط الكوارتر الثالث للمنتخب الصومالي. عمر عبادة في بداية الهجمة. عباده سكرين مع الكابتن زياد شلوفي. زياد درايف واحد على واحد بالفلوتر شوت يعلي ينجح في تسجيل النقطتين على الارض. نجح في تسجيل نقطتين لصالح المنتخب التونسي. لبان محمد وهنا في فاول وخطا شخصي على المنتخب التونسي رقم سته زي ما قال كابتن وائل ابراهيم، والفاول على اشرف قانوني. عدنان يعود الى ارض الملعب بدلا من نور الدين جامع في المنتخب الصومالي، ولا يطلع مكان احمد جامع. نور الدين هيطلع الاوت يسلم على طول لعادل حسين. عادل بالهاند اوف باك دور كده لكن يقطع على طول بشير بن يحيى يسلم لعمر عباده. لبشير بن يحيى مره ثانيه لعمر. عمر عدى يقلب الملعب على طول لقانوني. قانوني يمسك هو الملعب في مركز صانع الالعاب. قانوني يتعمل عليه تراب لكن عادل حسين يرتكب فاول وخطا شخصي. اتجاه اشرف قانوني. زياد شنوفي يعدي بالباك دور لعمر عباده روعه الروعه الاسيست ينجح في تسجيل نقطتين عمر عباده لصالح المنتخب التونسي. فؤاد شريف يعدي. فؤاد لسه فؤاد 12 نقطه سجلهم حتى هذه اللحظات. يسلم على طول لبان محمد. لبان يقلب الملعب على طول لجامع. جامع لعدنان. عدنان اللي بيشوط لكن لا ينجح في التسجيل. عدنان جالوت لا ينجح في 3 بوينت. عمر عباده سلم على طول اكسترا باس. باسكت روعه الروعه بعد اسيست من زياد شنوفي او تمريره حاسمه يسلمها على طول لاشرف قانوني ينجح في تسجيل نقطتين لصالح المنتخب التونسي. 51 37 فؤاد شريف درايف. فؤاد باك لاب لا ينجح في التسجيل. كله على طول من يوسف محمد او عادل حسين عفوا ينجح في تسجيل النقطتين. قانوني الكيك اوت لكن ترن اوفر مهدي على طول او عدنان جالوت. وادي للسين مره ثانيه عايز يعلق كده لجامع. وادي هجمه كده ثلاثه على واحد يرجع بعد ثلاثه على ثلاثه يهدى على طول ويسلم لعمر عباده. اشرف قانوني في البيز لاين لزياد شنوفي اوبن شوت 3 بوينت ولا اروع. تايم اوت يطلبه على طول الكوتش عبد القادر حجي المدير الفني للمنتخب الصومالي. نراجع كده توب سكورر او اعلى المسجلين في المنتخب الصومالي هو فريد او فؤاد شريف رقم 11 اللي نجح في تسجيل حتى هذه اللحظات 15 نقطة. ياتي وراه على طول بست نقاط يوسف محمد رقم 23. اما التوب سكورر رقم 9
او عفوا رقم 5 زياد شنوفي برصيد 16 نقطة، يليه على طول رقم 9 جوهر جوادي برصيد 10 نقاط. تعالوا نستمتع بالتعليمات ونستمتع ايضا بالاعادات ونرجع لحضراتكم مرة تانية. التايم اوت اللي طلبه الكابتن عبد القادر حاجي او الكوتش عبد القادر حاجي. يعود الفرقان الى ارض الملعب، محمد عشي يعود مره اخرى الى ارضيه الملعب من المنتخب التونسي. عدنان جالوت، عدنان في بدايه الهجمه يسلم لفؤاد شريف، لا والله لسه عدنان مع الكوره، يسلم نور الدين جامع، عادل حسين قطع له، يوسف محمد ياخد بوزيشن لكن الان دفع على طول مع عدنان جالوت. عدنان في درايف يعلق لعادل حسين، عادل لكن تراي كده مش صحيحه، على طول عدنان ياخد فاول، يحتسب عليه فاول، كابتن اسماء بالخضره تحتسب فاول خطا شخصي على عدنان جالوت تجاه عمر عبد. مره ثانيه ايه بنشوفها في اللعب. عمر عباده يستلم وعادي قبل 8 ثواني. عمر عباده بالبيز لاين يسلم لجوادي، الكيك اوت لزياد شنوفي يقف ويسلم لعشي تحت الباسكت، يلف ويرتكز عشي يروح بشماله بالهوك ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح المنتخب التونسي. يضغط المنتخب التونسي المان تو مان بريس فول كورت، عدى يوسف محمد قبله على طول عمر عباده يسلم لعدنان، عدنان تحت الباسكت لعادل حسين ينجح في تسجيل نقطتين، اسيست من عدنان نقطتين لعادل حسين في المنتخب الصومالي. عمر عباده يسلم لجواد تحت الباسكت لعشي، عشي لسه بيسيطر على الكوره، يلف ويرتكز عمل معاه بلوك، عشي مره ثانيه والبلوك الثاني، يعني الاولى ممكن نقول فاول الثانيه ما اعتقدش انها فاول. حتى الكوتش عبد القادر حجي يقول قطع يعني الاولانيه فاول. نشوفه رميتين حرتين وتو شوتس لصالح محمد عشري لاعب المنتخب التونسي، بيسرو اول رمي حره اولى ينجح في التسجيل. عشي 5 نقاط سجلهم حتى هذه اللحظات 57-41، 4 دقائق 55 ثانية متبقية على نهاية أحداث الكوارتر الثالث. فريش رو ثاني ورمية حرة ثانية. ينجح أيضا في التسجيل. يعود عبد الحكيم جهيدي بدلا من عادل حسين مرة ثانية إلى أرض الملعب. تغيير الجري كوتش عبد القادر حجي. ارتفع الفرق الى 17 نقطة لصالح المنتخب التونسي. فؤاد شريف عدى فؤاد بسكرين مع جهيدي، لسه فؤاد على الجهيدي، جهيدي في البيك اند رول راح وصل نجح سجل نقطتين لصالح المنتخب الصومالي، جهيدي واسيست من فؤاد شريف. عمر عبادة زي ما قلت لحضراتكم لعب مع النادي الاهلي بطولة البال والبطولة العربية. احمد عدامي الباك دور لعمر عبادة، عمر عبادة ينجح انه ياخد فاول وخطأ شخصي من عدنان. عدنان ده الفاول الثالث اعتقد هيتم تغييره، هو كمان مصاب تم تغييره، هيخرج جواكيم حداد من المنتخب التونسي ينزل مكانه اشرف جنوني، وهينزل عبد الحكيم سعيد بدلا من عدنان في المنتخب الصومالي. عبادة والفريش الأولى والرمية الحرة الأولى. ينجح في التسجيل. فريش ثاني ورمية حرة ثانية.
4 دقائق 24 سنة متوقعة لنهاية أحداثها الفترة الثالثة والكورتر الأول. عمر عبادة فري سلو ثاني أيضا ناجح. دي هيدي هيطلع الأول. يوسف محمد هو اللي هيقوم بدور صانع الألعاب دلوقتي. يوسف محمد طلب السكرين من جادي، راح عكس السكرين، يسلم لجادي، جادي على الميديا بشوت شوت لا يسجل، يلم على طول عشي لكن هنا فاول وخطأ شخصي على حكيم سعيد لاعب المنتخب الصومالي رقم 7 اوت سايد. تو شوتس تو شوتس، رميتين حرتين ارتكب المنتخب الصومالي اكثر من 4 أخطاء شخصية. كابتن عادل كحلو يحتسب الفاول على عبد الحكيم سعيد واحمد او محمد عشي على الفري سلو الاول. رميتين حرتين لعشي، فري سلو اول ناجح، فري سلو ثاني ورمي حره ثانيه لعشي. ينجح في التسجيل، يضغط المنتخب. هنا في فاول، قرار مظبوط، اشرف جنوني يرتكب فاول وخطا شخصي رقم 6 من المنتخب التونسي. اوتسايد لصالح المنتخب الصومالي. اوتسايد للصومال. عبد الحكيم سعيد يبدا الهجمه، فؤاد شريف مضغوط عليه من المنتخب التونسي. وادي درايف هنا يوسف محمد ينجح في تسجيل نقطتين واند وان. يوسف محمد شوف الخطا الشخصي على مين. باسكت كاونت رقم 7 اسامه ماروني من المنتخب التونسي، عنده خطاين شخصيين وسجل 7 نقاط. اند وان ليوسف لا يسجل. في خطا شخصي هنا، عبد الحكيم سعيد رقم 7 ارتكب خطا شخصي كده، السيلي فاول زي ما بيقولوا كده، ثالث الاخطاء الشخصيه على عبد الحكيم سعيد، ورميتين حرتين للمنتخب التونسي. ثاني الاخطاء الشخصيه عفوا. تو شوتس ورميتين حرتين لاحمد عدامي، لاعب المنتخب التونسي 3 دقائق 55 سنة متوقعة على نهاية أحداث فترة ثالثة وكوارتر ثالث. عدمي على تنفيذ الفري سلو الأول والرمية الحرة الأولى، ينجح في التسجيل. فري سلو ثاني ورمية حرة ثانية. أحمد عدمي. ينجح أيضا في التسجيل. يبدأ المنتخب الصومالي الهجمة عن طريق نور الدين جامع. نور عدى نور مان تو مان المنتخب التونسي، يسلم ليوسف محمد أو محمد يوسف، يهوش كده ويسلم لشريف. يوسف فؤاد شريف يروح على الباسكت، ينجح في تسجيل نقطتين لفؤاد شريف نجم المنتخب الصومالي حتى هذه اللحظات برصيد 16 نقطة. عمر عبادة يطلع الكيك اوت على طول لاسامه ماروني على الاوفن شوت في 3 بوينت لا يسجل. عشي وصراع مع عبد الحكيم جيدي، يسلم على طول يوسف محمد، يوسف يقف على الاوفن شوت في 3 بوينت ولا اروع، ينجح في تسجيل نقطه 3 نقاط على طول. تايم اوت يطلبه الكابتن مهدي ماري المدير الفني للمنتخب التونسي. 64 50 ده الفرق الى 14 نقطه. قطع شخصي او هنا هنا التعديل، لكن هنا ده الفرق الى 14 نقطه لصالح المنتخب التونسي. فؤاد شريف حتى هذه اللحظات هو التوب سكورر في منتخب الصومال برصيد 17 نقطه، اما محمد يوسف فيليه على طول برصيد 11 نقطه، توب سكورر في منتخب تونس الكابتن زياد شنوفي برصيد 16 نقطة، يليه على طول جوهر جوادي رقم 9 برصيد 10 نقاط.
الصومالي متواجد بكثافة لمؤازرة المنتخب الصومالي، جماهير الصومال زي ما حضراتكم شايفين، وأيضا يتواجد سفير الصومال لدى مصر لمشاهدة المنتخب الصومالي ومؤازرته في البطولة العربية. أوتسايد لصالح المنتخب التونسي، 14 نقطة والفرق 3 دقائق 11 ثانية متبقية على نهاية أحداث الفترة الثالثة والكوارتر الثالث. عمر عبادة في بداية الهجمة، عمر عبادة عدى تولى الخط فؤاد شريف من تمان المنتخب الصومالي من سكرين زياد شنوفي، زياد كيك اوت على طول وادي درايف ولا اروع، لكن حظه اسامه مروني لا يسجل يلم يوسف محمد في ديفنسيف ريباوند، يوسف لسه يوسف توقع الكره من ايده، لا والله لمس زياد شنوفي ولا اوت سايد لصالح المنتخب الصومالي. اوت سايد للصومال او الصوماليه كما ينطق عليها الجماهير الصوماليه. زي ما جامع هيطلع الاوت، دفاع قوي من المنتخب التونسي، جهيدي يسلم لمره ثانيه لجامع، جامع يسلم لفؤاد شريف، 17 نقطه فؤاد شريف نجح في تسجيلهم في احداث المباراه، فؤاد عدى فؤاد كروس اوفر روعه يروح بشماله وينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح المنتخب الصومالي عشان يخلي رصيده 19 نقطه ويضيع الفارق الى 12 نقطه. حماسيه المباراه بوجود الجماهير باداء اللاعبين، عمر عباده في المباراة. لسه عمر عباده طلع على طول، لكن هنا في فاول، فؤاد شريف يرتكب فاول وخطا شخصي تجاه عمر عباده، اولى الاخطاء الشخصيه على فؤاد شريف. رميتين حرتين لعمر عباده، بيسرعوا ولا رمي حرة أولى عمر عبادة ينجح في التسجيل يوسع الفارق إلى 13 نقطة. عمر عبادة مسجل حتى هذه اللحظات 8 نقاط في أحداث المباراة. بيسرعوا ثاني ورمي حرة ثانية لعمر عبادة ينجح أيضا في التسجيل يوسع الفارق إلى 14 نقطة، دقيقتين و13 ثانية متبقية على انتهاء أحداث الكوارتر الثالث. فؤاد شريف ضغط من المنتخب التونسي، فؤاد يعدي ويروح يسلم هجمه عنتريه تقدر تديها 100%، ينجح فؤاد شريف في تسجيل نقطتين بعد ما عدى من الكل ونجح في تسجيل اروع نقطتين في المباراه. عمر عبادة كيك اوت، شنوفي يعدي يهوش الكيك اوت المره الثانيه، لكن المره دي في فاول خطا شخصي على فؤاد شريف، فاول الشخصي الثاني الأخطاء الشخصية على فؤاد، يخرج أسامة ماروني ينزل مكانه جوهر جوادي لاعب ونجم المنتخب التونسي. هجمة مرة ثانية هيبل بعين ناجحة من زياد الكابتن وزياد شنوفي، رمية حرة ثانية ايضا ناجحه لزياد شنوفي، 18 نقطه زياد شنوفي الكابيتانو، 68 54 لصالح المنتخب التونسي. عبد الحكيم سعيد يطلع كيك اوت لجامع، جامع تغيير الاتجاهات تخبط لشنوفي لعمر عباده، لكن هنا في فاول على عبد الحكيم سعيد وتوسو شوتس لصالح زياد شنوفي. زياد شنوفي على الفري ثرو الاول رمي الحره الاولى ينجح في التسجيل. في ثرو ثاني ورمي حره ثانيه لزياد شنوفي الكابيتانو ينجح ايضا في التسجيل. تغيير يخرج عبد الرحمن عبد الحكيم سعيد ينزل عبد الرحمن حسين، ثلاث اخطاء شخصيه عبد الحكيم سعيد، يضغط منتخب تونسي المان تو مان من اول ملعب، يوسف محمد
عدى مع زياد شنوفي. يوسف درايف واحد على واحد يروح من البيزاين يصل في الاخير ينجح في التسجيل بنقطتين واند وان، والخطا الشخصي على زياد شنوفي. اند وان يوسف محمد. يخرج عمر عباده ينزل حداد جواكيم، والاند وان ليوسف محمد ينجح في التسجيل. يعود الى ارض الملعب مره ثانيه لبان محمد بدلا من احمد جامر رقم ثلاثه. يبدا الهجمه على طول، جوهر جوادي ياخذ سكرين لشنوفي، زياد شنوفي يطلع لجوادي مره ثانيه، انتظر سكرين لمختار غياسة وميديام شوت لكن لا يسجل، لكن ببليسن كده ينجح مختار غياسة بتسجيل نقطتين لصالح المنتخب التونسي. اخر دقيقة متبقية في عمره احداث الكوارتر الثالث. يوسف محمد، يوسف درايف واحد على واحد يقف على الميديام شوت، شوت نجح سجل نقطتين. يوسف محمد 16 نقطة يوسف محمد نجح في تسجيلهم في احداث المباراة. ده الفارق الى 59-72 تيرن اوفر، لكن غفلة كده دفاعية ينجح على طول جوهر جوادي انه ياخد الكرة، بس في الأخير إلى جواكيم محمد، جواكيم حداد لغياسة الكيك أوت الأوبن شوت لا يسجل، حاول معاه مرة ثانية تصل إلى زياد شنوفي. يضغط المنتخب الصومالي شنوفي على الأوبن شوت، لازم يشوط يروح على طول يصل بالاخير ينجح في التسجيل. اشرف جنوني نقطتين كمان في اخر خمس ثواني. فؤاد شريف، فؤاد لسه، فؤاد عدى، فؤاد وصلت، فؤاد شاط وهو وقعت. فؤاد هل هتلبس هتسجل؟ لا والله ما سجلتش، وياتي معها انتهى صافره احداث الكوارتر الثالث بتقدم على المنتخب التونسي 74-59. اعزائي المشاهدين الصراحه ما بين رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الكوارتر الرابع والاخير في مباراه التونس والصومال 59 الصومال 74 المنتخب التونسي. جوهر جوادي، جوهر لسه، جوهر بيسلم على طول زياد شنوفي،
لحداد جواكيم حداد بيطلع على طول الكيك اوت لقانوني على اوبن شوت في 3 بوينت لا يسجل يوسف محمد من اعلى نقطه ديفنسيف ريباوند لكن هنا في فاول وخطا شخصي على جوهر جوادي من المنتخب التونسي وللاخطاء الشخصيه تحتسبه الكابتن اسماء بالخضره الحكمه المغربيه. بداية الهجمة عند بوتشري واد وادي هنا لجهيدي تحت الباسكت جهيدي بالفيداوي شوت لكن لا يسجل يلم على طول الكابيتانو شنوفي وجهيدي يرتكب فاول وخطا شخصي على جهيدي بداية الهجمة عند المنتخب التونسي. زياد شنوفي يسلم لجوهر جوادي، جوادي اوبن شوت لا والله نزل غياسة لكن بعيدة يلم على طول جواكيم يسلم جواكيم سكرين جواكيم عداد على اوبن شوت لا يسجل باص باك باص كده أو الباك باص يلم على طول شنوفي اللي عامل أداء ولا أروع ونجح في تسجيل حتى هذه اللحظات 20 نقطة الكابيتان والخبرة زياد شنوفي أوت سايد وفاول يعود عدنان واحد من نجوم او الكابيتانو عدنان جالوت وايضا عادل حسين يخرج جهيدي رقم 14 ويخرج ايضا عبد الرحمن حسين الاوتسايد لصالح المنتخب التونسي يستلم على طول اشرف جنوني يسلم لجوهر جوادي جوهر سكرين من غياسه جوهر لكن هنا في فاول وخطا شخصي على فؤاد شريف فؤاد شريف الخطا الشخصي رقم ثلاثه ثالث الاخطاء الشخصيه على فؤاد شريف ثاني الاخطاء الشخصيه في التوتال على او ثالث الاخطاء الشخصيه في التوتال على المنتخب الصومالي عدنان ايضا يرتكب ثلاث اخطاء شخصيه زياد شنوفي بالهاند اوف على طول مع جوهر جوادي جوهر ياخذ سكرين من غياسه جوهر دفعات قويه من الصومال شنوفي ينزل على طول لغياسه، غياسه يروح على الباسكت ينجح في التسجيل باسكت كاونت 1 1 لصالح مختار غياسه لاعب المنتخب التونسي والفاول والخطا الشخصي على لبان محمد رقم 22 اند 1 واسماء بالخضره هي التي تحتسب هذا الخطا اند 1 لمختار غياسه لا يسجل لبن محمد يلم لكن شنوفي يعمل ستيل منه على طول لغياسة مرة تانية جوادي جوهر جوادي يبدأ الهجمة ظل عدم وجود عمر عبادة جوادي يقوم بصانع الألعاب جوهر جوادي إيربول على الثري بوينت عتاب كده مع الكابيتانو زياد شنوفي بيقول لكم طلعت اكسترا باس كده كان الدولي فؤاد إبراهيم بداية الهجمة عند يوسف محمد لكن الستيل حاضر تيرن اوفر من لبان محمد وادي فاست بريك روعه يخلص على طول عن طريق جوهر جوادي يوسف محمد بيقول لهم وسعوا الملعب انا هعدي عدى يوسف محمد يوسف لسه الدرايف واحد على واحد يسلم تحت الباسكت تلمس لبان عادل حسين لاست تاتش كده عادل حسين وتطلع اوتسايد جواكيم حداد يخرج وينزل مكانه عمر عباده يخرج ايضا لبان محمد وينزل مكانه نور الدين جامع هندوف على طول مع اشرف قانوني لعمر عباده جوهر جوادي درايف من الميدل يروح بشماله وينجح في تسجيل نقطتين لصالح المنتخب التونسي على الفارق الى 80 59 21 نقطة فارق للمنتخب التونسي عدنان يروح عدنان جالوت تقع الكرة من ايده على طول فاست بريك سريع عند جانوني اللي بينجح في التسجيل والستيل من
الكابتن وزياد شنوفي وايضا الاسيست من زياد شنوفي. اعتراض كده من المدير الفني كابتن عبد القادر حجي على طاقم التحكيم كابتن اسماء بالخضره تقابل الاعتراض بتكنيكال فاول على الكوتش رميه وحياز رميه. عمر عباده يستلم عمر مع عدنان صراع ما بين عدنان وعمر عباده. جواكيم حداد على الاوبن شوت روعه روعه ياتي الرد سريعا لجواكيم حداد وهنا فاول وخطا شخصي على احمد عدامي من المنتخب التونسي. كابتن مهدي ماري لحظات من التركيز وادي 3 بوينت الاخيره. عدنان يعدي عدنان مع جوهر جوادي سلم ليوسف محمد. يوسف محمد في اللحظات او في الضغط هو اللي بيخلص هو اللي بيعدي على الميديم شوت لكن يعمل ترن اوفر. مروان غياسه وادي خطا شخصي وفاول قرار صحيح على عادل حسين. شوفوا مره ثانيه قطع هنا غياسه اعترض عادل حسين اللي ماسك ايده كده يخرج عدامي وينزل محمد عشري. فكر حضراتكم المباراة القادمة ادي بس نشوف الريسكو الاول للغياسة نجح في تسجيله والمباراة القادمة هتبقى ليبيا والكويت والاخيرة مصر وامور ثانية. كل توفيق للمنتخب المصري وادي الفريسكو الثاني للغياسة ينجح في التسجيل. فؤاد شريف 21 نقطة ومحمد يوسف من منتخب الصومال ايضا 19 نقطة. وادي فؤاد شريف ب 3 بوينت لا يسجل زوج كده على طول عشي على طول يستلم ويعمل الديفنسيف ريباوند ويسلم لعباده. عمر عباده يقلب الملعب على طول لغياسه. غياسه حاول يلحق الكره لحق الكره وادي عشي يروح لكن بلوك ولا اروع من محمد يوسف اللي متالق النهارده على طول يستلم محمد يوسف مره ثانيه. يوسف 3 بوينت للمره الثانيه هتنجح في تسجيلها؟ لا والله ما بينجحش في تسجيلها. عمر عباده على الديفنسيف ريباوند على طول ويبدا الهجمه لصالح المنتخب التونسي. عباده عدى لكن اون سبورتس مان لايك فاول على فؤاد شريف. رابع الاخطاء الشخصيه على فؤاد ورميتين وحيازه فاول مره ثانيه يحتسبه الكابتن وائل ابراهيم. رميتين لعمر عباده زي ما قلت لحضراتكم تم تعارضه للنادي الاهلي للعب البطوله العربيه وتكمله البال في الفاينل. فري ثرو اول ورمية حرة اولى ناجحة من عمر عبادة
89 62 11 نقطة سجلهم عمر عبادة في أحداث المباراة، 5 دقايق و 39 ثانية على نهاية أحداث الكوارتر الرابع والمباراة. فري ثرو تاني ورمية حرة تانية ينجح في تسجيلها ويخرج جوهر جوادي، ننزل مكانه أسامة مرومي. الأوتسايد لصالح المنتخب التونسي. استدعاء كده عمر غياسة أو مروان مختار غياسة عفوا ويوسف محمد. اوتسايد لتونس 62 90 اوتسايد، استلم على طول مختار غياسه مع يوسف محمد، سالم بلاندوف لحداد جواكيم، عنده مره ثانيه مع عمر عباده، عمر عباده قاطع له اسامه ماروني راح بالفلوتر شوت ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح المنتخب التونسي. نور الدين جامع يبدا الهجمه، نور عدنان عاد دفاع قوي على فؤاد شريف. نور الدين جامع يسلم لعادل حسين، عادل بالهاند اوف مع شريف، فؤاد شريف درايف لكن هنا حدد جواكيم، فهو خطا شخصي واوت سايد لصالح المنتخب الصومالي. اوت سايد للصومال، يستلم عدنان، عدنان جالود، عدنان يقلب الملعب لعادل حسين، بالهاند اوف لعدنان، عدنان من الارك يشوط ولا يسلم فؤاد شريف، فؤاد يستلم لازم يشوط دلوقتي، فؤاد من بعيد يشوط على 3 بوينت لا يسجل، يلم على طول مختار غياسه، بص بريك سريع عمر عباده، لو بص على غياسه غياسه كان لوحده فاضي، يفتح الملعب عمر عباده، يطلب السكرين من عشي عفوا عشي لسه عباده واحد على واحد، عباده يعمل الستيل يروح على طول عدنان، فص بريك سريع لكن جواكيم حداد يعمل الستيل ويسلم لعشي، ستيل ثاني نجح من محمد يوسف اللي راح في الاول زاوية سجل ونجح ياخد الاند وان والفاول على حداد جواكيم او جواكيم حداد لاعب المنتخب التونسي رقم 2. زي ما قلت لحضراتكم المباراة القادمة ليبيا والكويت ثم مصر وموريتانيا. اند وان ليوسف محمد او محمد يوسف ينجح في تسجيلها. عمر عبادة جواكيم حداد، جواكيم الكيك اوت عند اسامه ماروني في الاوبن شوت، اسامه لا يسجل طوع من ايد كده عدنان لكن يلحقها، عدنان عدنان جالود، عدنان 1 ان 1 لسه عدى، سلم على طول ليوسف، عدنان في البوست لاين على الاوبن شوت لكن يهوش كده ويعدي في البنتريشن، يوسف يسيطر على الكوره، دفاع قوي من مختار غياسه، دبل تيم يسلم على طول لعادل حسين على الميديم شوت لا يسجل، مختار في الديفنسيف ريباوند يسلم لعمر عباده، عمر عباده في بدايه الهجمه المان تو مان المنتخب الصومالي، عمر عباده درايف واحد على واحد يحاول ياخذ الفاول، نجح فعلا ياخذ الفاول كده سواء الاكشن موجود او مش موجود تو شوتس لصالح المنتخب التونسي. فاول خطا شخصي على نور الدين جامع رقم 10. عبادة على الفري ثرو الأول 12 نقطة سجلهم في المباراة. ينجح في التسجيل. عبادة على الفري ثرو الثاني. فري ثرو ثاني ورمية حرة ثانية ينجح أيضا في التسجيل. يخرج مختار غياسة وعمر عبادة ينزل مكانهم أحمد عدامي و
اشرف جنوني. اوتسايد وضغط من المنتخب التونسي. فؤاد شريف زي ما قلت لحضراتكم سجل 21 نقطة، لكن محمد يوسف تفوق عليه في التهديف ب 22 نقطة. 21 22 فؤاد شريف عدى حلو قوي، راح وصل نجح لا ما نجحش، يلم على طول عشي في الديفنسيف ريباوند، يدور على مين؟ يدور على اشرف جنوني. اشرف جنوني عدى قبل الثمان ثواني، راح في الهوم زاوية، واقف كده وادي على ملعبه ويلعب السيت بلاي مرة ثانية. اشرف جنوني ياخد سكرين من عشي لكن اتقطعت منه على طول تروح لفؤاد شريف، فؤاد ينجح في تسجيل نقطتين عشان يبقى رصيده 23 نقطة ويوسف 22 نقطة. 67 94 اخر دقيقتين و50 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. جنوني يسلم على طول ليه ماروني اللي بيشوط 3 بوينت ما يسجلش، يلم على طول نور الدين جامع. جامع 1 ان 1 جامع لسه جامع يقف على الاوبن شوت 3 بوينت لكن اير بول اوتسايد، يلم عش على طول ويسلم ليه اشرف جنوني. ليه جواكيم حداد؟ جواكيم يقلب الملعب على طول ليه جنوني، قطع منه كده يعمل للسيل. فؤاد سلام، فؤاد شريف عدى لكن هنا في فاول وخطا شخصي يحتسبه الكابتن وائل ابراهيم على اشرف جنوني. تايم اوت يطلبه الكوتش عبد القادر حجي. تعالوا نسمع التعليمات نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. عودة المباراة مرة أخرى والحيازة أو تو شوتس عفوا لفؤاد شريف. فؤاد شريف برصيد 23 نقطة سجلهم حتى هذه اللحظات. الفري ثرو الأول ينجح في التسجيل برصيد 24 نقطة سجلهم. 7 68 94 والفري ثرو الثاني أيضا نجح في تسجيله. 25 نقطة سجلهم فؤاد شريف. هل سيكسر المنتخب التونسي حاجز ال 100 نقطة؟ هل هنشوفه دلوقتي في آخر دقيقتين. احمد عدامي يسلم على طول ليه مرتضى بن طاهر في اول مشاركه ليه، يقلب الملعب لاسامه ماروني في الاوبن شوت. اسامه مرتضى بن طاهر يحاول لكن فعلا قرار صحيح والوقف ومخالفه المشي بالكره يحتسبه كابتن وائل ابراهيم على مرتضى بن طاهر. اوتسايد وترن اوفر على المنتخب التونسي. يضغط المنتخب التونسي في المان تو مان. عدنان يستلم، عدنان جالوت، عدنان لكن هنا في فاول وخطا شخصي على اسامه ماروني وتغيير قادم للمنتخب الصومالي وتو شوتس. عدنان يخرج اسامه ماروني، لا يخرج اشرف جنوني من المنتخب التونسي وعدنان على الفيسبوك وحداد جواكيم لاعب المنتخب التونسي هو اللي ينزل مكان ماروني. عدنان ينجح في تسجيل الفري ثرو الاول، 4 نقاط عدنان سجلهم في المباراه. عدنان والفري ثرو الثاني. اخر دقيقه و50 ثانيه متبقيه في عمر الكوارتر الرابع والمباراه. ينجح ايضا في التسجيل، هيخرج عدنان وينزل مكانه عبد الرحمن حسين رقم 8. جواكيم حداد هو اللي هيمسك الملعب. عدى حداد قبل 8 ثواني يسلم على طول لماروني.
بدور يسلم العدامي، عدامي الهاند اوف مع حداد، يقلب الملعب العدامي، يلم على طول فؤاد شريف لكن بلوك ولا اروع، ينجح في عمله كده احمد عدامي والاوت سايد لصالح المنتخب الصومال، اوت سايد للصومال، يستلم على طول يوسف محمد، يسلم نور الدين جامع، جامع لسه جامع، يقلب على طول لفؤاد شريف، اعلى سكور حتى هذه اللحظات في الفريقين، عدى حلو قوي وراح وصل وعضنك اه لو كانت كملت اه، لكن هنا في فاول وخطا شخصي على المنتخب الصومالي على يوسف محمد، والخطا الشخصي الثالث اه لو كانت الكره الاخيره اتحطت دان كنت اقدر اقول لك عليها وبقلب قوي بلاي اوف ذا داي. ريسلو اول غير ناجح من عدامي، دي 14 ثانيه متبقيه على نهايه احداث كوارتر الرابع والمباراة، عدامي على الفريسلو الثاني والرابع الحرة الثانية، ينجح في التسجيل، يبدأ الهجمة عبد الرحمن حسين على طول، يسلم لفؤاد شريف، فؤاد 25 نقطة توب سكورر في الفريقين حتى هذه اللحظات، ينافسوا الناحية الثانية الكابيتانو زياد شنوفي، يوسف محمد، يوسف درايف واحد على واحد يعمل بيك اند رول لكن جواكيم على طول يعمل الستيل يلم المرتضى، مرتضى اوه دبل بلوك، ده دبل بلوك من يوسف محمد، روعه الروعه من يوسف، يمنع بيه باسكت جواكيم حدد اخر 40 ثانيه، جواكيم راح طلع كيك اوت لمرتضى، الاكسترا باس هنا عند ماروني، ماروني في الاوبن شوت لا يسجل، يلم على طول نور الدين جامع، يسلم لفؤاد شريف، فؤاد فؤاد عدى فؤاد، هلا يرضى بالفير بلاي ونتيجة اللقاء ما هيكمل الهجمة عادي، قالوا السكرين عدى فؤاد شريف، فؤاد لسه فؤاد اخر الثواني المتبقية، فؤاد على الاوبن شوت في 3 بوينت، فؤاد يختمها بثلاثية روعة الروعة، 28 نقطة سجلهم 74-95، ماروني لحداد لماروني ليه مرتضى بن طاهر اوبن شوت لا يسجل، يلم فؤاد على طول اخر ثانيتين خلاص يقف ويشوط مع البازر تايم لا يسجل عشان تاتي مع صافره انتهاء احداث الكورت الرابع والمباراه 95-74. اعزائي المشاهدين مبروك للمنتخب التونسي بفوزه هذا اليوم وحظ اوفر للصومال في المباراه القادمه. اعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاهده، على ان نلقاكم باذن الله في مباريات قادمه، كنت معكم معلقكم محدثكم الرياضي احمد مناع، لكم مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.